وصلنا لفقرتنا الأخيرة، رح نرجع نذكر بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية تجاه هذا المرض، وما هي التحذيرات والخطوات الواجب اتباعها في حال الإصابة بالمرض، لا سمح الله والله يبعده عن كل العالم. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي نسائي. صباح الخير دكتور. يا صباح الفل. على السلامة. يلا يسلمكم. صباح الخير دكتور. صباح أهلا النور. وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن السيدات اللي عملوا فحص المبكر عن سرطان الثدي، كل قديش بتنصحوا أن يرجعوا يعملوا الفحص، وأهم التوصيات حول الكشف عن سرطان الثدي؟ هلأ كلمة الفحص المبكر هي بتقول مجموعة إجراءات. هلأ نحن بالحملة الموجودة هي بتتضمن بشكل أساسي شغلتين، إجراءين بالأحرى، الإيكو والمامو للثدي. هلأ الإيكو هو عبارة عن أمواج صوتية وسيلة تشخيص، المامو هو عبارة عن أشعة سينية، يعني مثل الصورة اللي بنعملها للإيد، للمعصم، للركبة لما حدا بيوقع أو شيء. هلأ بدي أحكي عن هدول الإجراءين، ما في واحد منهم خليني أقول بيغني تماما عن الثاني، هنا منقول إجراءين مكملين. ولكن هلأ التركيز بشكل أساسي بيكون بهي الحملة على المامو، ماموغرام. هلأ هو الحقيقة إجراء، خليني نكون واضح ودقيق بهالنقطة، هو إجراء يعني خليني أقول مزعج ولكن غير مؤلم، غير راض نهائيا. طبعا. هاي النقطة. النقطة الثانية، هذا الإجراء يستدعي أنه يكون بالوقت اللي بدها تعمل فيه السيدة أو البنت، السيدة أو البنت بدها تعمل فيه هذا المامو، بدها تكون خليني أقول بعيدة عن قبل 5 أيام من موعد البيريود تبعها، وبعد 5 أيام من انتهاء يفضل يكون هيك مشان يخف الاحتقان اللي موجود بالثديين في حال وجوده بسبب وجود الدورة الشهرية. يستدعي جهاز جيد، تكنيشن فني يقوم بالتصوير بشكل جيد، اتباع المريضة للتعليمات بشكل دقيق أثناء التصوير، ودكتور شعاعي قارئ جيد. مع العلم بدي أقول معلومة جدا هامة بين قوسين، إنه في عنا نحن حالات كشف الماموغرام، الماموغرام ماموغرافي اللي عم نعمله هلا، كشف قبل 3 سنوات من ظهور الورم السرطاني سريريا. فقديش عنا فرصة بهالحالة، جواب يعني تتم للجملة الأخيرة، عنا فرصة بهالحالة لنسبة شفاء تكاد تقارب حوالي 98%. إذا نحن عم نعمل إجراء جدا جدا هام. هلأ مثل ما قلنا الإيكو هو بفرجينا شيء تاني، وخاصة أنه الإيكو بيساعدنا بشكل دقيق كتير على أنه نكتشف بعض الآفات الموجودة بالثدي يلي هي منتشرة، يلي بحسن الحظ انه هي آفات سليمة، يلي بتتضمن شقين، الداء الغدي او الداء الغدي الليفي او الداء الكيسي، يلي هو تقريبا بيبقى منظرهم واضح على الايكو. ما بنضطر وقتا نروح باتجاه مامو الا لبعض الشرائح المعينة وللحملات المعينة. هلأ اذا بدنا نقول انه نحن ايمتى بنلجأ لهذا الاجراء، شو الشرائح العمرية بنلجأ فيها؟ منقول إذا عم نعمل سكرينينج، نحن هلأ مسح، منقول باعتبار أنه سرطان الثدي هو سرطان درجته تانية أو تالتة من ناحية الإصابة، وبدي أقول معلومة حلوة هلأ عند الصبح معكم، أنه الحقيقة ما في ازدياد بنسب الإصابة، بس الأرقام العالية اللي عم نشوفها، والحمد لله طبعا الأرقام اللي عم نشوفها هي نتيجة زيادة الوعي والاكتشاف المبكر. فهذا تأكيد كتير كبير على قديش الحملة انه عم تقوم فيها الدولة جدا هامة بكل مؤسساتها. طيب هلا منقول نحن في له شريحتين سرطان الثدي، اوكي؟ طبعا. الشريحة الاولى الاصابة الاعلى بتكون فوق 45-50 سنة، في حوالي 15% بيكونوا اقل من هذا العمر، تمام؟ اذا ما انه بنت او سيدة عمرها 30-35 سنة ما بتنتبه لذاتها بالشغلات اللي راح نقولها هلا، اوكي؟ طبعا. طيب هلا بهذا الاجراء بنلاقي الشريحه العاليه موجوده هون، بنقول لهم هدول. وفي شيء يتبع الحقيقه كمان تكون دقيق، الحاله الدوله او المستوى الشعوب والسياسه التامينيه، بنقول نحن كل سنتين مره يكفي فوق ال40 سنة، فوق ال50 سنة يكفي مره لازم يكون كل مره، فوق ال60 ممكن يكون اكثر، للسبب انه هون هون الشريحه الاكبر، 15% بيكونوا نسبه اقل. ولكن لكن هلا بدي اقول اذا تسمحوا لي معلومه ارجو الانتباه والكل يعني يعني نركز عليها، اي انثى بنت ولا ست عندها قريبه درجه اولى اصيبت بسرطان ثدي يجب تقديم موعد اجراء المامو
عشر سنوات على الأقل. يعني إذا أختها أصيبت بسن الخمسين سنة، هي من الأخت الثانية أو الأخوات الثانية بالبيت تماما سيدتي من الأربعين لازم يبلشوا بأبي الفحوصات خصوصا الإيكو والمامو. طيب هلأ منقول شو في شغلات تانية لازم ننتبه لها، بمعنى منقول شو عن إحنا في عنا عوامل مؤهبة. عوامل المؤهبة خلينا نقول الايج، العمر بالأول. شو العمر؟ بمعنى إنه الشرائح اللي حكيناها، قصة البلوغ. هلأ اللي عندهم قصة بلوغ مبكر هدول ممكن يكونوا معرضين للإصابة بسرطان الثدي من ضمن الشريحة اللي قلنا 15% بأعمار مبكرة، أو يلي المينوبوز تبعهم سن الحكمة مثل ما اتفقنا نسميه، أو سن اليأس يلي بيكون معهم بيضل فوق 55، هدول عندهم نسبة إصابة أكبر بسرطان الثدي. يعني منلاحظ الشرائح العمرية والقصة الطمثية لها إمتى بدأت الدورة الشهرية أو إمتى انتهت عندها. الشيء الثاني إنه منشوف في نسبة إصابة أكبر بالغير يلي ما صار عندهم حمول وإنجابات، منشوف في نسبة إصابة أكبر عندهم بسرطان الثدي من يلي صار عندهم حمول. لو ضلوا نفس ضمن الشريحة الإنجابية، أنا عم أقول يلي تأخروا أكثر. هلأ حقيقة عنا الرياضة، الحقيقة هو التعرض الهرموني المستمر للإستروجين بهالحالة هي، لأنه لما بصير في حمل بصير وقتها يعني توازن هرموني مختلف تماما، استروجيني بروجستيروني بسبب وجود الحمل. التعرض المستمر للإستروجين بهالحالة لما بتكون هي تأخرت بالحمل أو ما صار في زواج وحمل بيزيد من نسبة إصابتها. وهي على كلمة الإستروجين، هلا بدنا نقول ميكي نتذكر أنا وياكم نقول معلومة هامة بتعلق بالبيلز، بحبوب منع الحمل وحبوب المعالجة المعيضة بالهرمونات. إذن الشيء الثاني الستايل أوف لايف، نمط الحياة، خاصة موضوع السبور والرياضة والغذاء، هذا جدا 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 دكتور ها. خلينا نعم نحكي بنقطة كثير مهمة. هلا كثير عم نشوف من البنات الصغار عندهم كياس، عندهم عم نشوف انواع من الشيء الليفي. هلا بس خلينا نحن نحكي ونوعي الصبايا الصغار خاصة من الرعب، يمكن احيانا الحالة النفسية هي بتزيد الحالة المرضية. اكيد احيانا أكيد دائما أكيد، لكن خلينا أكيد نحكي، هل صحيح بيتحول الى شيء سرطاني ان كان الحقيقة الافات السليمة او الغدة الليفي؟ لا الحقيقة نسبة تحول لحسن الحظ طبعا، لسبب رح اقول ليش لحسن الحظ. طب هي ليش بتكون عند البنات اللي ما هم مجوزين؟ عند البنات اللي ما هم مجوزين تماما. غير انه لايف ستايل، لا هلا التوازن الهرموني تبعهم هيك، هلا هلا بهالمرحله هيك بيكون توازن الهرموني لغايه ما يصير في زواج ويصير في حمل. لا نسبه التحول للاصابه الخبيثه نادره جدا جدا لحسن الحظ، هي واحدة، لأنه السبب نسبة الإصابة فيها كثيرة هي الآفات السليمة. هلأ التخوف الأكبر سيدتي، بتشكرك على السؤال الحقيقة، التخوف الأكبر اللي بيكون عندهم أنه هن إذا أخذوا البيلز حبوب تنظيم الدورة، حبوب مانع الحمل لأسباب أخرى مختلفة، اتساط بالمبيض ولا شعرانية ولا تكيس مبايض، اضطراب دورة بلا بلا بلا، عسر الطمس، كثير استعمالاتها، أنه عندهم تخوف كثير كبير أنه هي تزيد من نسبة ضئيلة يلي بتتحول فيها هي الآفات السليمة لآفات سرطانية. منقول لهم لا 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 ثلاث مرات، انه يلي بيصير انه بالعكس، اذا في عنا 100 حالة في 50 منهم بدها تتحول باستعمال هي الحبوب لأسباب أخرى، بتنزل نسبة 50% ل10%. طب دكتور إذا حدا معه ليف بيقولوا ما لازم تاخدوا مانع حمل، ليف وين بالغدة اللي فيها بالثدي؟ لا تاخذ مانع حمل ونقلها تكون مطمئنة. تماما. دكتور برأيك هل ممكن انه يصير خطأ بالكشف المبكر، بأجهزة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ولا لا الجهاز يعني 100% النتيجة صح اكيد بتطلع؟ طيب خلينا نتفق انا وياكم على السر. تمام اتفقنا؟ ما في وسيلة تشخيصية تقريبا لكل امراض العالم نسبة الدقة تبعيتها 100%. لا ما في. في عنا بعض الحالات إيجابية كاذبة وعنا بعض الحالات سلبية كاذبة، فلذلك نحن بنلجأ لكذا وسيلة تشخيصية بتكون متممة لبعضها. منها إنه لما بنشوف شغلة مثلا بالمامو
شكينا فيها مع وجود بعض الأعراض أو بغياب بعض الأعراض الأخرى يلي هي بتترافق بتغير شكل الثدي، ظهور هيك شيء على حلمة الثدي، نز منها، نلاقي الجلد مكرنش هيك شوي، منظره مو طبيعي، وجود بعض العقد تحت الأبط، لأنه أغلب إصابات سرطان الثدي بتكون بالربع العلوي الوحشي. مقصود ربع العلوي الوحشي هو الربع العلوي للثدي القريب للأبط من كلا الثديين. فلذلك بنلجأ لشيء تاني اللي هو اسمه الـ FNA يلي هو عبر الإبرة، سواء كانت بشكل مباشر أو بمساعدة توجيه بالإيكو لحتى نقدر ناخذ منها عينة. ببعض الحالات التانية لو أنه الطبيب ما اقتنع ببعض الحالات بنتيجة الإبرة، لأنه ممكن تجي الإبرة بمكان في كتلة سرطانية لا سمح الله، بس لساتها مو كلها سرطانية. لما أخذ العينة البايوبسي، ما أخذ العينة منها، بتجي بمكان سليم، بنقول اطمننا 100%، لا. فلذلك أنه بنلجأ لإجراءات تانية، ممكن نضطر أنه نعمل شيء اسمه فروزن، بمعنى أنه نستأصل الكتلة، المريضة هي مخدرة، وفورا بالاتفاق مع دكتور الباثولوجي التشريح المرضي خلال 10 دقائق ربع ساعة بتوصلوا العينة، وعلى التليفون بيعطينا انه قراءة مبدئية انه اذا في شيء سرطاني بتكمل استئصال على حسب الخطة يعني، وبتستقصي العقد البلغمية وبتكمل عمليتها، اذا ما في شيء بتسكر وبتطلع. فاذا شيء 100% سيدتي الكريمة ما في، لا كله بده يكمل بعضه. واهم شيء يعني احتمال يصير خطأ، انت برأيك دكتور ولا لا؟ يعني هلا انت اذا اجراءاتك اكثر من اجراء، يعني مثلا يمكن مثلا بالايكو او بالماموغرافي صور، ممكن انه فورا يكتشف انه هو سرطان الثدي؟ لا، انت لا عم تقول اكثر من مرحله ممكن يشك. تماما، اكثر من مرحله الا ببعض ممكن الحالات الشديده. وفلذلك انا بدي اقول معلومه سيدتي الكريمه اذا بتسمحي لي، انه نحن لنكتشف سرطان ثدي بريست كانسر سنتيمتر سنتيمتر او اكثر، معناته صار له 5 سنين على الاقل. فإذا نحن لما منشك شيء بأوله ومنخليه عند متابعة، وإذا قلنا كل سنتين مامو، إذا عنا على الأقل فرصة فرصتين لنكتشف سرطان قبل الواحد سنتي، يعني نسبة شفاء فوق 98% مرتين على الأقل. لأنه مرة كنت عم صور وكان في دكتور، فبعد ما فحص المريضة وشاف لها بالجهاز قام قال لي مع سرطان. نعم، فورا يعني من جهاز فورا. الحالات الحاده، الحالات الحاده سيدتي طبعا بتبين الحالات الحاده. بعدين كمان هو طلب منا الا بدها خزعه وكذا وهيك، نعم. بس قال لي بس اكيد هي مع سرطان يعني، فورا اول ما شافها انه اكيد اكد طبعا بيان. في حالات شديده هي لانه تكون متاخره للاسف، وخاصه اذا ترافقت مع بعض الاعراض، العلامات بالاحرى سوري، العلامات اللي مثل ما قلنا تغير حلمه الثدي، تغير اتجاهها، نز من الثدي، جلد الثدي كيف مكرنش وهيك منظره، يعني بيقول لحاله انه انا بس هذه بتكون للاسف سوري منك بتكون حالات متقدمه. فهي واضحه هون تقريبا ما في مجال للخطا، نحن عم نحكي عن الافات اللي لساتها بمراحلها الاولى، وهذا اللي بنتمنى انه نلقطه يعني. أكيد. الحقيقه هي الحمله الغرض منها انه نلقط هي الافات اللي ببدايتها. تمام دكتور، قبل ما نختم مع حضرتك، دائما بنسمع كثير اقاويل وللاسف اغلب المجتمع بيصدقها، بيقولوا اذا في شيء ليفي مشكوك بامره انه هو سرطاني وانفتح الثدي وعن صار عمليه تجريف، ممكن هو يزيد او يمكن ينتشر. هو يحوله او ينتشر او يحوله او يشم الهواء او يشم الهواء وبيقوم. خلينا نحكي عن هاي النقاط المخاوف بس مشان نطمن كل حدا. سيدتي الكريمه، ما دام الاجراء اللي عم يتم بايد خبيره وعرفان الدكتور حاله شو عم يشتغل، من لهم الايدجز، نحن عملنا شيء اهم شيء اسمه الحواف، انه اجى استأصل اخذ حواف سليمه حوالين الماس الكتله اللي عم يشيلها، حواف سليمه من كل جهاتها، لا راح ينتشر ولا راح يشم هواء ولا راح يأفرع وانت وذكر مثل ما بيقولوا هيك، لا ما في شيء من هذا منه ابدا، بالعكس يطمئنوا، بترجى منهم خسارة جزء بسيط من الثدي مع يعني خياطة تجميلية لها، تكاد لا تشعر انه تم اجراء عملية على ثديها، بس ما انه نتيجة تخوفها تفوت لا سمح الله بسرطان ثدي بدرجات متقدمة، الرد النفسي مرعب، الستايل اوف لايف اختلف تماما الها ولكل العائلة، الرد المادي مرعب يلي الدولة عم تتحمله كلياته، المعالجات اللاحقة من كيمو وراديوثيرابي وهرمونال ثيرابي يعني شيء رعب. لا لا، بنقول لهم لا تخافوا، ما رح ينتشر ولا رح يشم هواء.
أكيد دكتور متشكرك، متشكر نصايحك القيمة دائما ومننتظرك دائما، والوقت قد ايه بيمرق هيك بسرعة معك دكتور. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك، يسعد لي اوقاتك. والسلامة لكل ياسمينات سوريا يا رب. أكيد آمين. أكيد.